ومصريا أيضا شاد الأزهر الشريف بالخطوة التي اتخذت بسحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت في مجلس النواب المصري بعد ثبوت مخالفتها للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية حسب بيان صحفي. وأوضح الأزهر أن هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر ستبقى دائما دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون وتقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف الذي هو مظلة لكل المصريين وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية. كما أكد الأزهر أن الدولة المصرية حريصة دائما على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف وعلى تقديم كل الدعم والمساندة لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح بصفته أهم مصادر قوة مصر الناعمة وعنصرا فاعلا في مواجهة الإرهاب والتطرف. في حين نفى مقدم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أسامة العبد سحب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في ضوء ملاحظات مجلس الدولة التي اعتبرت المشروع مخالفا للدستور. وقال العبد في تصريح على هامش الجلسة العامة للمجلس: الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أعاد مشروع القانون أو مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية إلى اللجنة الدينية للنظر في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك لرفعه إلى المجلس. وأثار مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الجدل داخل وخارج البرلمان المصري على مدار الفترة الماضية، خصوصا مع إعلان الأزهر لرفضه وتصاعد وتيرة الخلاف بين الأزهر والبرلمان، وصولا إلى طلب شيخ الأزهر لحضور جلسة مناقشة القانون ووصفه للقانون بغير الدستوري. جدير بالذكر أن القانون محل الخلاف بين الأزهر ومجلس النواب ينص في مادته الأولى على أن دار الإفتاء المصرية هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وبحسب الفصل الثاني من القانون يعين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء. وينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا. أحييك فضيلة الشيخ، كنا نناقش هذا الأمر معك منذ يومين، وكنت تقول أن هذه حرب أو معركة بالنقاط بين شيخ الأزهر والسيسي أو النظام المصري. هل النقاط هذه المرة في حوزة شيخ الأزهر، يعني اكتسب نقاط على حساب النظام بسحب المشروع، أم ماذا من وجهة نظرك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعود وأؤكد على أن هذا انتصار لمشيخة الأزهر ولهيئة كبار العلماء، وهذه نقطة وجولة تضاف إلى النقاط والجولات السابقة، ولكن ما زالت الحلبة مفتوحة وما زال الصراع على أشده، لأنه المعركة ليست مع شخص الإمام الأكبر أو المشيخة، وإنما المعركة مع الإسلام الذي يمثله الأزهر كمؤسسة. أن يأتي اليوم الذي يحارب فيه الأزهر الشريف حتى يضطر الإمام الأكبر أن يطلب الذهاب إلى المجلس وحضور الجلسة العامة، هذا شيء ما كان يتوقعه أكثر المتشائمين. يوجد ملمح آخر مهم، اللي هو ملمح قضاة مجلس الدولة وعدم تمريرهم للقانون المعيب، بما يثبت أن كثير من الشرفاء ما زالوا موجودين في مؤسسات الدولة. نعم، ابقى معي فضيلة الشيخ، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. أحييك دكتور عبد المقصود، هل ترى أن بالفعل كما ذكر الشيخ الصغير أن سحب قانون دار الإفتاء يعد انتصارا للأزهر الشريف ولشيخ الأزهر أم ماذا؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة مولانا الشيخ محمد الصغير السلام. ليست المعركة معركة نقاط هنا أو نقاط هناك، هي ربما تعبر عن وجهات نظر أرادت بعض الجهات المعينة أن تذكر رأيا معينا أو أن تقلل قانونا معينا، لكن هيئة كبار العلماء رفضت هذا القانون المقدم.
ورفضه الأزهر الشريف. وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أعلن عن رغبته في نقاش هذا الأمر مع البرلمان المصري. لكن الحقيقة أنا لي بعض الملاحظات. هو قدم البرنامج أو قدم القانون يقال 60 عضو. أنا أتساءل فقط ما هي هيئات أو صفات 60 عضو؟ يعني ماذا يعملهم نواب نعم عن الشعب ويمثلون الشعب نعم، لكن أنا أسأل عن تخصصاتهم، لأنه لا يفتي في مثل هذه الأمور إلا المتخصصين. يعني لا يصح مثلا أن يذهب متخصص في مجال الهندسة ليفتي في أمور الزراعة، أو متخصص في الطب ليفتي في أمور أخرى. أنا أتساءل ما هي هؤلاء الناس الستين الذين قدموا. عفوا دكتور للمقاطعة، لكن نائب الشعب إذا صح يعني هذا في مصر من حقه أن يقدم أي قانون أو مشروع قانون، خصوصا إذا قام بدعمه عدد من النواب ويناقش. فقط كونوا نائب عن الشعب بغض النظر عن تخصصي، وبالتأكيد هو وراء من يساعده من تخصصات مختلفة. يعني أتفق معك ولو نسبيا، لكن مثل هذه الأمور الخطيرة سيدي يجب أن تنبع من هيئة كبار العلماء. وإذا قال فضيلة الإمام الأكبر أن هذا مخالف للدستور، فهو يعني أيضا يعني بالتأكيد مخالفته للدستور. وكما تعلم الأزهر الشريف وفق الدستور هو الهيئة الدينية التي تعبر عن الإسلام الصحيح. وهذا ليس اليوم وليس عبر 100 سنة ماضية أو 200 أو 300 أو 400، عبر أكثر من 1300 سنة. لكن اسمح لي، في بعض النواب داخل مجلس النواب في مصر يروا أنه لا يجب أن يكون شيخ الأزهر فقط هو المعبر أو الأزهر عن الإسلام في مصر، أو يكون خصوصا هذا الأمر مقتصر على شيخ الأزهر. فهل تعتقد ببساطة شديدة يا دكتور أن شيخ الأزهر مستهدف في النهاية؟ الدكتور الطيب مستهدف، الأزهر الشريف مستهدف من قبل البعض في مصر؟ سيدي الأزهر الشريف منذ سنة 52 ويتعرض لهجمات شرسة. نعم. ولكن الحمد لله القاعدة الشعبية وما حدث كثيرا، ونحن لسنا في مجال سرد الحوادث التي استحدثت الأزهر الشريف، فهي كثيرة. هل هناك أعداء للأزهر داخل مصر؟ الإجابة بالتأكيد لا بد أن تكون نعم. هل هناك مؤيدون كثيرون للأزهر الشريف داخل مصر؟ الإجابة بالتأكيد نعم. وبالتالي هناك تقريبا شبه يعني احتكاكات بين المؤيدين وبين المعارضين، بين أصحاب فكر وأصحاب فكر. وعموما في النهاية هذا السجال في البرلمان المصري يعبر عن اتجاه جديد في البرلمان نفتقده. ولعل هذا القانون المستحدث أو إثارة هذا القانون المستحدث يعبر عن مدى الاحتكاك المباشر بين وجهات نظر مختلفة. شكرا. وهذا لا شك اتجاه طيب في البرلمان المصري. الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة عودة للدوحة، والشيخ محمد الصغير. شيخ الصغير، يبدو أننا أمام مباراة لم تنتهي، يعني لأن أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية وكان هو رئيس جامعة الأزهر سابقا قال لا، الموضوع لم ينتهي، لم يصحف، فقط أعيد للنظر فيه مرة أخرى من خلال اللجنة الدينية. إذن المباراة على الأقل على مستوى هذا القانون لم تنتهي بشكل تام. يعني فهل سيعاد طرح هذا الأمر خلال الفترة القادمة مرة أخرى أم لا من وجهة نظرك؟ الدكتور أسامة العبد وإن كان رئيسا سابقا لجامعة الأزهر، إلا أن صغار الأزهريين وكبارهم يعرفون أن الرجل هو رجل أمن الدولة ورجل الشرطة من يوم أن كان أستاذا ثم رئيسا لجامعة الأزهر. فهو لا يتحدث باسمي أو باسم اللجنة الدينية، وإنما هو يتحدث باسم التقارير الأمنية. وهذا شأن التقارير الأمنية
ورجال المخابرات أن يتركوا مثل هذه الملفات مفتوحة لابتزاز الشيخ الأزهر. وسبحان الله العظيم، في الوقت الذي يضيق فيه على شيخ الأزهر وعلى مشيخة الأزهر الذي كان يلقب بشيخ الإسلام وليس الإمام الأكبر فقط، ماليزيا تكرم الدكتور أحمد الطيب على اعتباره رجل العام في الدعوة الإسلامية، وهذا من عجائب القدر. طيب أخيرا قبل أن نختتم هذه الجزئية، وأرجو أيضا باختصار شديد، البعض يقول أن ليس من عادة عبد الفتاح السيسي أو النظام أن ينهزم في معركة داخلية، وكل الماضي يقول ذلك. من وجهة نظرك، لماذا تراجع أمام شيخ الأزهر هذه المرة؟ والله الأزهر محروس وفي دعاء الصالحين وفي نية طيبة للشيخ أحمد الطيب. وأنا ذكرت لك في الحلقة، آخر كلمة في الحلقة الماضية، قلت لك إذا تدخل المشير حصين طنطاوي للإمام الأكبر فسترجح كفته، وهذا ما أرجحه. بس يبدو ان هي كانت ضربه قاضيه يا فضيله الشيخ، مش مجرد نقاط هذه المره، يعني في هذا القانون على الاقل. الله تعالى شكرا ان تنتهي الجوله بانتصار مصر وبرفعه شان الازهر. الشيخ محمد الصغير، مستشار وزير الاوقاف المصري سابقا، كنت معي عبر سكايب من الدوحه، اشكرك شكرا جزيلا. مصريا ايضا قضى